تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، خلق الأرض ورفع السماوات، لا إله إلا هو العلي العظيم. نحمده سبحانه، شرع لنا ديناً قويماً وهدانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فلله الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونستجير بالله من ليلة في النار ومن صباح في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه عدد من صلى عليه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه عدد من لم يُصلِّ عليه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه ما شئت أن يُصلَّى عليه. ثم أما بعد، سلامٌ عليكم من الله ورحمة، طِبتم وطاب مساؤكم، وطاب ممشاكم ومسعاكم، وحيَّ هلا بهذه الوجوه المباركة التي طابت إن شاء الله يوم طاب ممشاها ومسعاها، وجعلنا الله وإياكم من عباده الذاكرين الشاكرين. بدايةً في هذه الكلمة وفي هذا الدرس المتواضع، نتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما أعلمه فيما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بلغ الصحابة منزلة عظيمة وشأواً عظيماً في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم يأتي إلى النبي: يا رسول الله، إنني أكون عندك فأكون مرتاح، فإذا ذهبت البيت أحسست كأني حبة شعير في مقلة قلقان، فإذا أتيت ورأيتك ذهب عني ما أجد، صفي الجو، ولكنني أعلم أنك بشر وأنا بشر، وأنك تموت وأنا أموت، لكن وين منزلتك؟ وين منزلتي؟ فسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، أين الثرى من الثريا؟ وإذا بالبشارة لهذا الصحابي ولكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ببشارة عظيمة لا تقدر بثمن، يقول فيها تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول، هذان الشرطان مطلوبان مني ومنك أيها المسلم من أي أصقع الأرض. ومن يطع الله والرسول، أي الذي يطيع الله والرسول، ما بالهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الله يجعلنا وإياكم منهم. إجمال من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين وقد ختموا، والصديقين وقد ندروا، والشهداء وقد قلوا، من بقي الفئة الرابعة؟ والصالحين. الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. أمنوا تروا ربي يجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في واحد تذكر غير الله؟ ثم قال الله: وحسن أولئك رفيقا. أنعم بهذه الرفقة، الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، هذه الرفقة المباركة أثابهم الله على صنيعهم بما سمعتم.
وحسن أولئك رفيقا. من القائل؟ الله جل شأنه. لتكن مطمئن يا من كنت صالحا أن الله بشرك بهذه البشارة العظيمة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة وخلة حميدة، إذا ألفيتها في نفسك ما تسمع الصلاة على النبي إلا وتصلي عليه إلا كنت موفقا. يوما من الأيام يصعد الحبيب صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، يرفع للثانية آمين، الثالثة آمين. كما تعلمون أن شر الناس من دعا عليه نبي أو قتله نبي. قالوا يا رسول الله خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال سارني جبريل آنفا، همس في أذنه، فقال رغم أنفا من أدرك أبويه ولم يبرهما، فقلت آمين. هذا مقرود، هذا خاب وخسر ما بر بوالديه. ثم قال رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، شهر الخير والبركات، وخرج منه مثل يوم دخل، بل بعضهم يزود العيار فيما يغضب الله. ثم قال محل الشاهد ورغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كيف؟ لماذا؟ لأن الله بدأ بذاته العلية كما في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي الكرام، نبدأ في درسنا، إنها غربة الدار، إن مما نتعبد الله به وندين لله به ونقر به عقيدة وإيمانا أن كل مخلوق أوجده الله على ظهر هذه الأرض لا بد أن يمر بديار ثلاث، ليس لنا خيار. الدار الأولى دار الدنيا التي نحن فيها، أتينا إليها على غير اختيارنا وسنخرج منها على غير اختيارنا كما سيمر علينا إن شاء الله. والدار الثانية دار البرزخ والقبور، الله أكبر، رحمك اللهم يا رب، من سعة القصور إلى ضيق القبور، ثلاثة أقدام في سبعة أقدام، أكبر رجاء. هذه الدار المبهمة الضيقة، لا أنيس ولا مسعد إلا فضل الله ثم العمل الصالح بما أسلفتم في الأيام الخالية، سماها الله أيام خالية، إلا ذكر الله وما والاه. والدار الثالثة دار البعث والجزاء والنشور، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا إله إلا الله، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. درسنا الليلة عن الدار الأولى، الدار الدنيا، دار الغربة. نحن في هذه الدار غرباء، ولكن لا بد للرحيل لكل غريب، 60 70 80 90، ما عش ما شئت فإنك ميت كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
ولكن موعد الرحيل غير محدد، متى؟ بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة. وهذا يدعونا حافزا لنا أن نستعد للقاء الله، عزومة بزواج أو لقريب، شوف نضبط كل المواعيد حتى نحجز مكان لهذا الموعد، هذه المناسبة. طيب مناسبة الموت وش سويت لها؟ الله أكبر. ولهذا يقولون أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ملك الموت في المنام، قال متى تقبض روحي؟ أشار له هكذا وانصرف. جلس محتار 5 ساعات، 5 ثمار، 5 شهور، متى؟ فسأل ابن سيرين وهو من أئمة تفسير الأحلام الرؤى، قال رحمك الله يا إمام، إنما هي 5 ساعات ولا 5 شهور، إنما يقول لك إن سؤالك هذا في 5 من الغيبيات لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله. ثم تلا عليه أواخر سورة لقمان، أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يدخل نبي الله في مجلس نبي الله سليمان عليه السلام، كان يحضره كل يوم ملك الموت، وفي يوم من الأيام لما دخل وهم يعرفون ملك الموت أحد النظر في واحد من الحاضرين، المنظور إليه طق طق ظهره، هذه نظرة بعدها شيء. فلما انفضل مجلس ذهب إلى نبي الله سليمان، قال يا نبي الله أرى ملك الموت أحد النظر فيه. قال والله مصيري مثل مصيرك، ما بالأمر شيء. قال لي مطلب واحد بس. قال وما ذاك؟ قال أن تأمر أحد المردة يحملني من بلاد الشام إلى بلاد الهند، نسميه هذا الحين مقطع الطين. قال لك ذاك وحمله. وملك الموت يأتي كل يوم المجلس، فلما انفض المجلس كلمه نبي الله، قال أراك بالأمس أحددت النظر في أحد الجالسين، وقد أرسل طلب مني أرسل إلى بلاد الهند. قال إنني كنت أعجب عندما رأيته أن الله أمرني بأن أقبض روحه في بلاد الهند وشفته جالس في مجلسك. لا إله إلا الله. قال قد رحلنا وقدوا هناك. قال ما جيتك إلا وقد صفينا الحساب. ولهذا ثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أي يوم إلا وملك الموت يمسك بأعتاب دار كل بيت، فإن كان فيه أناس يبكون على ميتهم لا تبكون عليه، قدم على ما قدم، ابكوا على حالكم أنتم. ولهذا بعض الناس في غفلة عن هذا الشأن، وقد بدأ الله بأشرف الخلق: إنك ميت وإنهم ميتون، اللهم صل وسلم عليه. والمؤمن العاقل الذي يكون دائما على أهبة الاستعداد للرحيل من هذه الدار، يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس أي العاقل، درسناه صغارا ودرسناه كبار هذا الحديث، الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أخضع جنابه لأمر الله واستجاب كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية حجة علينا يوم نلقى الله. دعانا المؤذن للصلاة، ودعانا الأخيار للمحاضرات، ودعانا رب العالمين للهبة إلى
مشاعر الله وإلى حج بيت الله وإلى كل أعمال ترضي رب العالمين. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والأماني ما هي أحبابي؟ يقول العلماء أرصدة المفاليس. كيف؟ واحد عنده أرض يبغي يعمرها، سوى ذاك المخطط 25 صفحة 30 صفحة، ويوم لما جاء التنفيذ ولا ريال في جيبه، هل يبني هذا قصرا؟ إنما يبني قصرا من الأماني. أما الحقيقة فهي بعيدة، ولهذا هذا الذي يرعوي ولا يسير في مراد الله ولا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم يعيش على الأماني. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نحن في هذه الدار غرباء، سلمنا جميعا إن شاء الله، أتينا إليها عرى فرادى، واستقبلنا في خرقة، وسنخرج منها من هنا في خرقة ثانية. فما هو شأننا؟ نحن لما بين الخرقتين عامل. المطالب منا والإيجابية منا في حياتنا أننا نعمل لما بين الخرقتين. يقول الله تبارك وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب الرياضيات ولا العلوم؟ لا، كتاب أعمالك أنت. من اللي يملي المعلومات اللي فيه؟ أنت. تصلي صلاة الفجر في جماعة تسجل في الحال في هذا الكتاب، تهب إلى مواطن الخير من لسان تسجل هناك الحسنات والسيئات، رقيب وعتيد. رقيب هذا اللي في الجانب الأيمن، ملك الجانب الأيمن هذا ملك الحسنات متخصص، وعتيد وله من اسمه نصيب ماذا يسجل؟ السيئات. عند كثير من الناس الآن رقيب في إجازة مفتوحة، الله المستعان، وأما عتيد فشغال 24 ساعة وخارج الدوام وله ملحق. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخي المسلم فكر مليا، هل خلقك الله لتأكل وتشرب وتنكح وتنام؟ معاذ الله، هذه غاية هابطة، بل هي وسيلة لغاية. الغاية نعلمها جميعا، الذين يعيشون لهذه الغاية وصفهم الله بالقرآن وصف عجيب: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وبعدين والنار مثوى لهم. اللهم احفظنا بحب يا فلان. كيف؟ قال الله مبسوط، سيارة وإعمار. طيب وبعدين كيف الدين؟ قال الله غفور رحيم، ونسي أن شديد العقاب. ورحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. اقرأ الآيات اللي بعدها. الجنة ما هي سلعة الله، هي غالية ما هي بلاش. قرص التميس يطير من الفرن لبيتك، ولا تروح تمشي وتصف سرة وتدفع فلوس وتحط قرطاس ما يحرق يدك، وربما تقابلك سيارة وتشيلك وإذا بك شهيد التميس، وتبغى الجنة بلاش؟ لا إله إلا الله، أين العقول؟ زين الله حياتنا كلها، بيوتنا جميلة، أحوالنا جميلة، في صحة وأمن وأمان، الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فهل جزاء الإحسان إلا ماذا؟
إن الإحسان، هل الله بحاجة إلى إحساننا؟ الله يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا الكتاب هو صفحة، أنت كتابك كم عدد صفحات هذا الكتاب؟ عدد أيام ما عشت في هذه الدنيا، بعضهم 100 صفحة، 1000 صفحة، بعضهم صفحتين بس، ذاك اللي ولد اليوم الثاني مات. الله يحسن ختامنا وختامكم. وأنت الذي تمني، إن أمليت خيرا سجلت خيرا، وإن أمليت شرا سجلت شرا. فإذا غربت الشمس ذلك اليوم، مثل هذا اليوم طويت هذه الصفحة، بما فيها حتى إذا انتهت صفحات هذا الكتاب وهو عمرك في هذه الدنيا، نقلت أو نقلت من هذه الدار إلى الدار الآخرة ومعك هذا الكتاب، تأخذه بماذا؟ إما باليمين، الله يجعلنا وياكم من أصحاب اليمين، تحاول يوم القيامة البعيد اليمين تقص الملائكة، هذه يد خاسرة. لو قال لك واحد مديت تسلم رد وراك، تبغى تبلع وحسرة وربما تذبح، ويوم القيامة تمدها فتشال تخلع، لأن يا طالما كانت بعيدة عن إجابة داعي الله. يقول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كان قد نسي يلقاه قدامه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ايش نقول يوم القيامة؟ ما سمعنا هذه الآية؟ الله المستعان. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم جاء الخيار لي ولك، من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ورضي اللهم عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا قالوا يا رسول الله نريد حرير وذهب مثل الناس. وعائشة رضي الله عنها تقول 3 أهل بشهرين لم يوقد في بيت رسول الله نار. فيقول عبد الله بن الزبير يا خالة وش كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ولهذا قال الحبيب البيت الذي ليس فيه تمر أهله جياع.
ماذا حصل؟ نزلت آيات التخيير من الله لأمهات المؤمنين: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. بلغة جبار السماوات والأرض كم عظيم. كلهم أجابوا. أول عائشة قال أخترت الله ورسوله، نور الله بصيرتهم وهداهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. يا ابن آدم ما من يوم يشرق من أيام الدنيا إلا وملك ينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فإذا غربت الشمس فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. هذا اليوم غربت شمسه، نقدر نرجع؟ خلاص سجلت في دواوين الخير أو دواوين الشر. ويا ليت عمري ومن يسمعني أننا كل يوم نفكر وين نسجل. ليه؟ عندنا أربع أعداء في انتظارنا: نفسي والدنيا والشيطان والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. تجي من هنا يجيك من هنا يتكالبون عليك، ما المخرج؟ أبانه الله. اسمعوا ماذا قال الله، يقول تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله، الله يجعلنا وإياكم منهم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآيات وهذه النذر سلوة المؤمن ودليله إلى درب النجاة والسعادة في الدار الدنيا وفي الديار الباقية. والليل والنهار خزانتان، خزانتان للأعمال. أتينا إلى هذه الدار ولم نعطى حرية الاختيار للقدوم إليها. أكررها لأن هي العبرة وسنخرج منها. ابنة ستالين الشيوعي لما حضرت أبوها الوفاة كل عرق كل شعرة شحط فيه، تقول في تلك اللحظة أيقنت أن الله لا يهب الموت المريح إلا للمؤمن. والحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن نفس الفاجر الغادر تنزع منها كما تنزع العوشة أو الشوك من الصوف المبلول. تصور كيف تخرج. أما المؤمن تنزع كما تخرج القطرة من فيه السقاء. نسأل الله وإياك من فضل. أحدنا يتعب وينصب ويكد في أول حياته ويدرس السنين الطوال، ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة ودراسات عليا، ويكبر أولاده ما شاء الله 4-15 والأموال في قبضته والأولاد في خدمته والمجتمع يجله ويقدره: تعال يا أبو فلان مكانك هنا. وإذا بالموت يفسد عليه كل شيء. وكما يقول أحد الدعاة: الدنيا إذا حلت أو حلت، قد هي طعمه وإذا وحل
وإذا علت هوت. وكم من شخص ظهرت له علامات، اللواء الفلاني، الفريق الفلاني، الوجيه الفلاني، فلما زانت فلما علت هوت. فلما علا مات، مات. اي والله ما احد يستطيع ان يفر من الموت، لم يستأذن على احد الا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اما غيره لا. يقول الناظم: لهوت وغرتك الأماني، وعندما أتمت لك الأفراح، يمكن هي زينة، فوجئت بالقبر. ويقول الحسن البصري: أبى الموت إلا أن ينقص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. الإمام الحسن البصري هذا لا إمام عظيم، أتاه رجل قال: يا إمام ما عندي عيال، قال: قل استغفر الله. الثاني: ما عندي مزرعة، قال: ما قل استغفر الله. ذاك: ما عندي مال، قال: قل استغفر. كل ما جاء واحد أعطاه روشدة استغفر الله. طلبة الحاضرين قالوا: رحمك الله يا إمام، ما في شيء آخر مناسب؟ شوف كيف الاستنتاج الموفق، التبصر في كلام الله. قال: كيف أقول والله يقول في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صيغة مبالغة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. جمع من الشباب حرموا الذرية، ونور الله بصائرهم فعرفوا العلاج هنا. أعرف واحدا كما أعرف الحاضر أنكم أمامي الآن، 9 سنوات ما جاء له ذرية، سوى طفل أنابيب مات فشل. قابل صديق فاضل قال: عليك بالاستغفار. وكانت زوجته مباركة تحب الله ورسوله، في هذه السنة حفظت كتاب الله. ما الذي حصل؟ ليل نهار استغفر الله، ما يفصل إلا النوم أو الطعام أو الصلاة. 4 أشهر وإذا بها الزوجة في أحشائها المولود الأول. ألا ما أعظم الله! اسمعوا ماذا يقول الله في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لو أن الناس يستشعرون عظمة الله وأنه الواهب المانح المعطي، ما فر إلا الله. إن منعك الله من الذرية فخير اختاره الله لك، وإن أعطاك فعلامة رضا، وقد يكون ابتلاء كما أخبر الحبيب: يأتي على الناس زمان من علامات الساعة، يغبط الرجل العقيم كما يقبض أبو 10 أولاد. كان مستور طول حياته، ولم جاء الولد هذا عرفه بالشرط وبالمحاكم وبالمصائب. اللهم استعان. أما المؤمن الله يجعلنا وياك منهم، فهو يدرك أن الله خلقه لشيء، لشيء غير هذا ما تكلمنا عنه، فقد أوجده لطاعته ومن أجل عبادته إلى أن يلقى الله
أبانها الله في آية في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال ليلعبون ليتوظفون، هذه كلها أشياء وسائل للغاية. ما هي الغاية؟ عبادة الله. فكلما تعارض مع عبادة الله يركن. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن سار على هذا الدرب فيمشي إلى أن يلقى ربه في جنات عدن التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله، يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ ولكننا سبي العدو. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه، بعدت به أوطانه، فهو مغرم إليها، يحتاج إلى بلده. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فيا خاطب الحسناء، ما هي الحسناء؟ الجنة، جعلنا الله إياكم من أهلها. فيا خاطب الحسناء، إن كنت راغبا فهذا زمان المهر، فهو المقدم. ما تعمل من الصالحات هو قائدك إلى الجنة. يقول الله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله وإياكم من فضله. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من القائل؟ الله. كيف عظيم؟ ما نتصور. كم يوم ساعة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويقول: لابثين فيها أحقابا، الحقب 83,000 سنة. لا إله إلا الله، هذه الأهوال التي أمامنا تشيب الرؤوس. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ما هم دايخين، ما هم شاربين الخمر، لكن سكارى من هول المنظر، ولكن عذاب الله شديد. اسمعوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول: والله يقسم، فداه أبي وأمي رسول الله، والله لو تعلمون ما أعلم، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. مما أمامنا، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. تذكر بهذا الاجتماع وباجتماع يوم الجمعة وباجتماع قبل يومين في عرفات الله، قرابة 3 مليون، والله يباهي بهم الملائكة: هؤلاء عبادي شعثا غبرا جاءوني من فوق كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا فيه. ما أعظم هذه البشارة. بل كان عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة
يتبسم. فأبو بكر وعمر: يا رسول الله، إنها لساعة ما كنت تتبسم فيها. قال: لما رأيت من جزع إبليس يقول: أهلكت بنو آدم بالذنوب والمعاصي، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. خلك دائما أهل لا إله الله، افرح شيء لا إله إلا الله، يحزنك شيء لا إله إلا الله. هذه الشيء العروة الوثقى، هذه الشيء مفتاح الجنة، هذه الشيء من قال كان آخر نصيبا لا إله إلا الله دخل الجنة. ليش ما نأخذ عليه دورة مستمرة؟ أعرف رجلا من أهل أبها رحمة الله عليه، كان حمامة المسجد مخدته مع فراش انت الصلاة مكانها ما يروح لها، وزاد الامتحان أصابته جلطة ما يتكلم إلا كلمة واحدة، أتدرون ما هي؟ لا إله إلا الله. سلام عليكم عم محمد، قال لا إله الله. كيف الحال يا عم محمد؟ لا إله إلا الله. إلى أن مات رحمة الله عليه. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يثبت الله في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا على مرضيك يا رب العالمين. يوم أن تخرج من الدنيا وآخر ما تقول لا إله إلا الله، أبشر بالجنة. يحاول الإنسان يسويها ما يقدر. رجل كان مؤذن مسجد ودخل في غيبوبة أشهر، وليلة من الليالي وهو في المعاناة ولد عند راسه، وإذا بيستيفق يستفيق: يا فلان يا ولدي. قال: لبيه. ده قام في منتهى الفرح أن أبوه أفاق، قال: يمني وجهني للقبلة، ووجه للقبلة ودخل يده: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم روحه إلى مولاه. من الذي صحاه؟ جبار السماوات والأرض، الذي أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. ومنهم من لو أقسم على الله لأبر. أحد صحابة رسول الله قاتل وقال: والله ما يمس جسدي كافر، فقتل في المعركة، وجاءوا يبغون يشرشحونه يشلحونه، فساق الله عليه الدبر الأدابير، كوشت عليه ما حد يقدر منه. ولما غرب النهار ذهبت الدبر، فساق الله عليه سيلا فحمله، فأبر الله قسمه. إيش المؤهلات اللي قدمها؟ أنه عاش لله، وأحسن الظن بالله، وأحسن العمل. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. تذكر أيها المسلم من هذا الاجتماع: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصول الجبل تقلعت بأصولها، ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت نيرانها، ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الجنين الغلام الصغير بأمه متعلق، مسك في أمه من إيش؟ خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا الغلام بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم أمثالي وأمثالكم على الذنوب دهور. بعضهم عنده جرأة على الله،
خاف الله يا أخي، قال والله ما عندي في الجمرة لو أنا مثل الجبل. لا 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 يا أخوي، إن كانك ولد أبوك خذ عود كبريت ولأه وخلى في يدك حتى ينطفئ. أما تلك النار 3000 سنة أوقت عليها فهي سوداء مظلمة، يؤتى بها يوم القيامة ولا 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. تقول يا رب كذا ورسم هريري وغساقي، فيقول الله لك كل كافر وكافرة ومشرك ومشركة لا يؤمن اليوم الله العظيم. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. وإذا الجنان تزينت وتزخرفت لفتى على طول البلاء صبور. تقوم الساعة 4 من الليل توضأ تمشي، أما رجلي والسيارة إلى المسجد هذا معاناة، وفي نوم الشيطان يسوق في ذيك اللحظة أحلى من العسل. إيش اللي قوم المطور حي يخاف ذلك اليوم؟ صابر على المعاناة. لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجحيم تأججت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير. نستجير بالله، أين أنت يا أخي المسلم في هذا اليوم؟ ليس بينك وبين ما سمعت إلا أن تقول ويقال فلان مات، ولتنظر إلى المصير وإلى المقابر. مر أحد على المقابر وسلم عليهم فلا مجيب، ما للمقابر لا تجيب. إذا رآهن الكئيب حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب، كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب، واريته تحت التراب مجندلا وهو الحبيب. أبوك زوجتك ولدك وديته حتى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا الصحابة من دفنه وهي واقفة فاطمة حب رسول الله وأم الحسن والحسين، تقول لأنس وقيل لبلال كيف طابت نفوسكم تدفنون النبي عليه السلام؟ قالوا يا حب رسول الله والله لو ما وسع إلا عيوننا لفعلنا. ولكنها سنة الله في خلقه. لقد تركت الأب والأم والزوجة في الحفرة وتذهب، والمصير مصيرك، الفراش التراب، والغطاء الصلاة كانت بالحجر الحين سووها بالحديد والإسمنت ما تخر شيء، زيادة في الإحكام. والوسادة ما هي؟ التراب. والأنيس من هو؟ العمل. العمل اللهم سلم سلم. فلا يغرك المال، المال مال الله ساقه إليك لتسعد لا لتشقى. ساق الله لك هذا المال ليقربك إلى الله زلفى لا ليشغلك عن مولاك. ولا يغرك الصحة والشباب فالشباب إلى هرم. ولا يغرك المنصب فوالله ما وصلت المنصب إلا بزوال غيرك. ورضي الله عن الإمام علي بن أبي طالب، أنداني إنذار أوقف بقي هذه ثم نختم. ورضي الله عن علي بن أبي طالب سيد الفتيان وابن عم رسول الله وأبا الحسن والحسين وزوج فاطمة الزهراء، شوف السلسلة الذهبية. مر على المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنون. ونحن الحين ما عاد نمر على المقابر، إذا شفنا منك غيرنا الطريق. والنبي يقول زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فقال لهم كما هو في السنة أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ثم أعطاهم أخبار الدنيا، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد تزوجت. تبكي عليه 4 أشهر وبعدين، وهذا مشروع. ثم قال هذه أخبارنا فما هي أخباركم؟ فلا مجيب بالطبع. قال أما والله لو مكنوا
وأعطوا فرصة وش يقولون؟ لقالوا ما قاله الله من زمان. ماذا قالوا؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه دعوة الله. هذا حال من في ذاك الزمان، أما نحن في هذا الزمان ليتهم يعلمون. تعقدت الأمور وازداد الناس خير فتقاطعوا الأرحام وتحابوا بالألسن وتباغضوا في الصدور وظهر العلم وقل العمل. المحاكم مليئة، الجار يشكو جاره والأب يشتكي ولده والولد يشتكي أبوه والشقيق يتحاكم مع شقيقه، والمحبة بينهم على ماذا؟ قائمة على المصالح والحلال اللي حل في الجيب، مثل جهنم نسأل الله العافية. بغض النظر أحلال أم حرام، اسمعوا مسك الختام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا بهداك واستعملنا في رضاك، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبيض الله وجوهكم يوم تبيض وجوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد. إلى الرشاد.